تأخر النطق عند الأطفال. خليني أتكلم وأعرف منك إيه هي الأسباب اللي بتؤدي لتأخر النطق عند الأطفال. تمام، أحب أوضح في الأول بس إيه هي اللغة أصلا. اللغة دي يعني أساس التواصل الاجتماعي، زي اللغة اللي أنا بتعامل معاكي بيها دلوقتي. ده حاجة اسمها أساس التواصل الاجتماعي. طبعا اللغة دي عبارة عن لغة تعبيرية ولغة استقبالية. زي ما أنتي بتكلميني، ده استقبالي، أنا بعبر لك دلوقتي ده تعبيري. فطبعا اللغة كده شقين. قبل ما أتكلم عن التأخر اللغوي، أصلا في حاجة اسمها السلم اللغوي. يعني ايه السلم؟ من الطفل هو في بطن مامته بيحس بكل حاجة وبيشعر بيها. حتى تحسي دايما بيقولك يكلمي ابنك وحتى هو في بطنك، امتى هتنزل، انت وحشتني، بتحسي لغة التواصل بالظبط. الألفة والمحبة بتبان من حتى فترة الحمل. تيجي بعد كده فترة الولادة، أول ما بيتولد لازم الصراخ، ديت أول فترة. أول ما يتولد صراخ، بعدين مناغاة. عندنا نوعين من المناغاة. المناغاة دي مقصودة، يعني هو قصدها عشان بيساهي نفسه، ودي طبعا في الفتره المتقدمه من 4 شهور. عندنا بقى من 3 شهور ل4 شهور، الفتره دي مناغاه غير مقصوده، هو بيطلع صدفه بيلاعب نفسه اصلا عشان انت مشغوله عنه، فهو بيلاعب نفسه. بس اول ما تحسي ان هو، يعني اول ما صرخ واول ما عمل المناغاه كده، انت ماشيه في الطريق الصح، في السلم اللغوي الصحيح. طيب بعد المناغاه عندنا ايه؟ كلمه واحده. اول ما قال ايه مثلا؟ بابا، ماما، دادا، الحاجات دي كلها لازم في الاول. قال بابا، ماما، اطمني ان ابنك كده كويس مفيهوش اي حاجه. بعد كده بابا، مام، تيتا، لا كده. الحاجات دي كلها كده هو بيبدا يكون كلمه من جمله من كلمتين. تمام تمام. وبعد كده بيبدا يكون جمله من 3 كلمات. انت كده ماشيه في الترتيب الصحيح. ما دام من 2 ل3 سنين ماشيه صح، في جمله بتتكون، ما قلقش بقى، ما تقلقيش كده خلاص. ابدا قلق امتى بقى؟ تبداي بقى من 3 سنين ونص 4 سنين. كده في حاجه غلط بقى. طبعا في حاجه اسمها تدخل مبكر. التدخل المبكر ده امتى بقى؟ لما تلاقي ابنك في المناغاه ما بينغيش، ده في حاجه. تعملي على طول رسم سمع. اول ما تلاقي ان مفيش كلام بيطلع لازم تعملي رسم سمع. ليه؟ لان الضعف السمعي ده اول سبب من اسباب التاخر اللغوي. طبعا هو ما بيسمعش فمش عارف يطلع الكلام. غير كده في حاجه طبعا، المركز اللغه فين؟ في النصف الايسر من المخ. طب النصف الايسر من المخ ده، طبعا احنا عندنا نصفين، نصف الايسر ونصف الايمن. النصف الايسر من المخ هو المسؤول عن الجزء الايمن، ونصف الايمن مسؤول عن الجزء الايسر. العكس. تمام، بيكملوا بعض. بيكملوا بعض بالظبط كده. فطبعا احنا عندنا نصفين، في نصف ايمن ونصف ايسر. اللغه في النصف الايسر من المخ. طب انا عندي دلوقتي مشكله في الجهاز اللي في الدماغ، عندي مشكله. طب يبقى كده لازم فحص. تمام. وطبعا ده دكتور مخ واعصاب هو اللي بيثبت، هو اللي بيقول ان في ايه بالظبط، لو في خلل في الخلايا بتاعت الدماغ. تمام. تيجي بعد كده بقى تخشي على المرحله اللي بعد كده. انت دخلتي من فتره الصغيرين، بدا يكبر شويه. تمام. طيب بيكون جملتين بس ما بيكملش الثالثه، كده تبداي تدخلي على طول. كده محتاج تخاطب، محتاج جلسات. الجا بقى طبعا المتخصص في التخاطب في وتعديل حاجة السلوك يشوف لي المشكله بالظبط. بس في حاجه كمان قبلها، لازم الام تعمل وقايه. وقايه زي ايه؟ ابني عنده سنه ونص، سنه ونص ما تسيبيهوش، مش دايما قاعد قدام التلفزيون. عايزه تعملي حاجه تروحي سايباه قدام التلفزيون وتقومي تعملي اللي وراكي. لا، في كتير من الامهات